اكيد يعني احنا الاستاتيو تاعنا عندنا لجنه الترشيح اللي تعمل بتعمل مع لو سكرتير جينيرال، كانوا نصبوا يعني خمسه اللي لازم القانون ما يسمحلهمش باش يكونوا مترشحين، ولهذا تم تنصيب يعني خمس اعضاء اللي هما راح يشرفوا على العمليه الانتخابيه، ويعني طول البروسيسوس ابتداء من اليوم حتى اليوم 8 ان شاء الله. كل شيء لجنه الطعون اللي ستاتيوتار يعني في القانون تاعنا. راح نترشح لعهده جديده 2021 2025 ان شاء الله.